سأل عن الدعاء المأثور بعد التشهد، هل هناك أدعية مأثورة بعد التشهد قبل السلام؟ نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنسان في صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الأحياء والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال لمعاذ: إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا قبل السلام على الصحيح من قولي العلماء. وكذلك سائر الأدعية الأخرى التي: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كل هذا يقال قبل السلام، وهو مما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. وليراجع كتب الأذكار التي تتضمن الأدعية المأثورة أي المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه، فإن فيها خيرا كثيرا.